بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية كنبغي نشكر نادور سيتي الموقع الإعلامي اللي في الحقيقة زاد إضافة للجزائر والإقليم كامل، وكنتمنى التوفيق، وكنشكر العاملين في هذا الموقع لا هنا ولا في نادور ولا في جهات أخرى. في البداية نبغي نشكر الأخ الكريم الحاج الجوهري اللي ماشي أول مرة اللي كيجي كيساعد هاد الشريحة من المجتمع، واللي هي محتاجة لنا كاملين، لأن هاد الشريحة في الحقيقة أنا أعتبر على أنها تهمشات، ماشي من دابا، هاد الشيء من قديم، وأنا كنشوف على أن تمارس التمييز ضد هذه الشريحة هذه في جميع المجالات، لا بالنسبة للتعليم ولا بالنسبة للشغل ولا الصحة ولا السكن ولا إلى آخره. وهاد الناس هادو الأغلبية الساحقة ديالهم فقراء، لهذا أدعو الجميع للمساعدة. هناك شرائح يعني عريضة بالنسبة لمدينة زي والنواحي، وكاين عائلات اللي عندهم 4 و5 و3 و2، وهاد الناس محتاجين لينا كاملين. وبالنسبة للدولة كيخصها تحمل المسؤولية ديالها، إلا بغينا المجال تاع التعليم كيخصها توفر لهاد الشخص هذا باش الوسائل اللي تخليه يولج التعليم، كيخص وسائل ديال النقل، كيخص بزاف مسائل. دونك هنا الدولة تحمل المسؤولية ديالها باش الأساتذة يتعاملوا مع جميع الأنواع ديال الإعاقات. أما بالنسبة للإعاقة الذهنية فكنتمنى الدولة تشوف كيفاش دير لنا، عندنا واحد العدد الناس في الشوارع وكيتكرفسوا بزاف. أنا كنتمنى يكون شي مركز على الصعيد الإقليمي ولا في كل مدينة باش يكون الإيواء ديالهم. أما بالنسبة كاين أنواع الإعاقات أخرى للمقعدين اللي كيقلبوهم العائلات ديالهم وكتجبر ما عندهمش إمكانية حتى باش يشري لهم ليكوش، لهذا راه يعني كيعيشوا واحد يعني اللي كيحس في نفسي أنا بعدا كيبقاو فيا هاد الناس هادو. لذلك حنا كنعملو من أجل الإدماج ديالهم، ولكن نداء هاد الدولة للحكومة أنها تاخذ على العاتق ديالها الحقوق ديال هاد الناس هادو في جميع المجالات، الشغل التشغيل، ويشوفوا كاين نماذج غير في الجيران ديالنا، الا مشاو لاسبان ولا جهات اخرى كيفاش كيتعاملوا مع هاد الناس، ويشجعوا المقاولين اللي يديروا شركات اللي تخدم هاد الناس، لان هاد الناس راه كيخصهم تاهما يشغلوهم، قادرين يعطيو قادرين ينتجوا. لهذا كنتمنى الحكومه تاخذ بعين الاعتبار المساله ديال الاعاقه. وحنا كنا حضرنا في اللقاء التواصلي المتعلق بإعداد التقرير الوطني الأولي حول إعمال اتفاقية خصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كنتمنى يتنفذوا هاد الاتفاقيات وهاد التوصيات هادو على أساس باش نحسوا على أن هاد المعاق فعلا مواطن مغربي وله كامل الحق باش ياخذ من حقه من الثروات ديال البلاد. لذلك ادعو للمسؤولين الجهات المعنيه تاخذ المسؤوليه ديالها. بالنسبه للتعليم انا كنتمنى يفتحوا الابواب ديال المدارس ديالهم ويوفروا الوسائل ديال النقل باش يقدوا دوك الوليدات اللي عندنا في الاحياء واللي على برا في العالم القروي، لان احنا في مدينه زايد تعتبر يعني عالم قروي. وانا الحمد لله على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي جا بها سيدنا لهاد الاستراتيجية، يعني اللي عطات الثمار ديالها، واللي الحمد لله الآن راه غادي يوجد واحد المركز واللي غادي يستافدوا منه الأبناء ديال مدينة زايو والنواحي. كنتمنى إن شاء الله يكون توفر وسائل ديال النقل اللي إن شاء الله غادي نحاولوا يكون تكوين في عدة مجالات إلى تحت إلى كنا لقينا الدعم الكافي. احنا متطوعين لاجل انخراط هاد الناس هادو في الحياه العامه، لاجل الادماج ديالهم في جميع المجالات. مره اخرى كنشكر الاخ اللي قام بتوزيع هاد المساعدات،
وهاد الناس في حاجه للجميع، كما كان النوع ديال المساعده سواء ماديه او عينيه او هذا. حنا كنطلبوا من جميع الناس اللي ربي عطا لهم الخير، نتمنى ربي يزيد لهم ويجيو، حنا نوريو لهم اللي بغى يعاون عائله ولا زوج حنا نديوه لذوك الديور ديال ذوك العائلات، واللي بغى يعطي شي حاجه يعطيها لروحه بيدو. يعني حنا شحال ما بغيتي تساعد تجي لعندنا، حنا كنلقاو ذوك الناس، هذا هو الدور ديالنا. مزيان، والله يجازيهم بخير، وان الله لا يودع اجر المحسنين. جزاكم الله خير اخي الكريم السي محمد علوي، بارك الله فيك، شكرا لك مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.